نوعا ما دفاعيا برضه نفس الكلام، يعني ما عندكش قوه هجوميه مثلا زي الاردن. الاردن مسجله 8 اهداف ومستقبله 4 من 5 ماتشات، المنتخب الكوري جايب 12 هدف ومستقبل 5. فانت هنا بتتكلم على تركيبه بالنسبه لكساس ممكن تتكلم معاه كتير، يعني ممكن تتكلم معاه كتير على الشكل بتاع المنظومه نفسها، يعني الشكل بتاع المنظومه بتاع كاساس نفسها فيها كلام كتير. يابا احنا لا قويه هجوميا ولا قويه دفاعيا ولا عندنا تشكيل ثابت ولا عندنا تطور لاعب، احنا كل اللي عندنا ان احنا عندنا فرديات وعندنا لعيبه بتقدر تخلص ماتشات، غير كده المنظومه بتاعتك احنا لسه بندور عليها ولسه ما شفنا لهاش شكل. الواحد نفسه يتكلم دايما على منتخب العراق بشكل ايجابي، بس بصراحه كاساس والكره اللي بيقدمها صعب قوي انك تتكلم عليها دايما بشكل ايجابي. لكن في كل حال من الاحوال الف مليون مبروك لمنتخب العراق، فوز مستحق على منتخب عمان، حتى لو منتخب عمان غير المدرب بتاعه برضه منتخب عمان عنده مشكله برضه في عمليه التسجيل وعنده ازمه في ان هو يحول الفرص اللي بيخلقها للتسجيل. بتتكلم على منتخب مستقبل 9 اهداف ومسجل 6، يعني تخيل حتى منتخب عمان مسجل ستة اهداف اكتر من منتخب العراق، وده منتخب عنده مشاكل هجوميه، ما بالك بقى العراق عنده ايه؟ اما كساس الموضوع صعب، الموضوع صعب بالنسبه لكساس قوي يا اسطى. بس في كل حال من الاحوال بالتوفيق للمنتخب العراقي، وان شاء الله ربنا يهدي كساس، يعني ربنا يهدي كساس علينا عشان فعلا الموضوع بقى متعب قوي.